ويلكم تو ماي شانل. كيفكم حبيباتي؟ سو انا كثير اكسايتد، خلصت مسابقه ابريل وهلا صار الوقت ان احنا ندخل في المنتجات تبع شهر 5. لكل اللي عم يتابعوني لاول مره، حلقات ميثود درايف هي حلقه بتنزل على اليوتيوب كل يوم 4 الساعه 10 بالليل، بجرب فيها منتجات مين اللي انتم بتقترحوها علي، وبشوف شو هي اكثر الاشياء اللي عن جد غريبه وحابيني اجربها واعطيكم رايي فيها، وبشتري من كل منتج اثنين، واحد بعمل عنه ريفيو بفتحه لاول مره معكم، والثاني بينضم الى باقي الجوائز تبع شهر ماي، لانه باخر الشهر بعمل سحب على الجائزه، والجائزه هي كل المنتجات اللي انا راح اجربها في حلقات ميتا ترايز لشهر ماي. كل اللي عليكم تعملوا اشي كثير بسيطه، تشتركوا بحسابي باليوتيوب، كمان تابعوني على حساب الانستغرام واشتركوا فيه، اعملوا كومنت تحت هيدا البوست، اوكي، ومنشنوا واحدة من رفقاتكم. والسحب على فكره حيكون تاريخ 4/6. سو المنتج اللي انا رح اجربه اليوم هو هيدا المنتج، وهو منتج لتنظيف فراشي المكياج مثل ما انتم شايفين هون، اكيد شفتوا كثير هيدا المنتج، وهلا رح اخبركم عنه. وما تستغربوا حبيباتي، رح تلاقوا هون هيدي الكاميرا، كاميرتي اللي كثير بحبها سوني اي 6000 اللي باخذ فيها دائما كلوز ابس للمنتج اللي انا بعمل عنه ريفيو عشان ما اصور اكثر من مره، سو كاميرا بخليها علي وكاميرا هيك بعمل وبصور المنتج عليها وبعدين باخذ الصور وبحطها بفيديو، anyway ما بدي اوجع راسكم، سو هيدا هو مثل ما انتم شايفين البوكس تبعه رح افتحه معكم لاول مره. سو اول شيء بيجي عنا المانيوال، بعدين بتيجي عنا هيدي القطعة. حبيت الصراحة طريقة تغليفهم كتير مرتبة، وكمان في هيدا الستاند اللي فيهم مثل ما شايفين كونتينرز صغار او قطع بلاستيكية هي قاعدة للفرشة، سو بنستخدم القاعدة حسب القياس تبع الفرشة تبعنا، وبيجي كمان هيدا اليو اس بي تشارجر لحتى نشرج الميك اب براش كلينزر، وكمان عنا هيدا السولوشن المنظف 150 ملي بيجي معكم اوريدي في البوكس، هيدا هو مثل ما شايفين شكله ميك اب براش كلينزنج سولوشن 150 ملي. اها هيدي اخر شغله، وهي عباره عن اناء هيك زجاجي مثل ما انتم شايفين، هيدا هو شكله، وبيجي معه هيدا الغطاء الكفر، صح؟ يس. وهلا راح نجيب مع بعض طريقه استخدام هيدا البراش كلينزر. بالنسبة لطريقة الاستخدام كتير سهلة حبيباتي، بدكم تجيبوا هيدي القطعة وهيدا الإناء الزجاجي بتعبوه مي، ومش مفروض المية تكون كتير، يعني المية بس لازم تلامس الشعر تبع الفرشة مش القطعة الحديد، سو رح أحط شوية مي. أعتقد هيك كافي، وبعدين لازم تستخدموا صابون، بيحكوا لكم لو أنتوا الفرش عليها مكياج خفيف ما في داعي تستخدموا هيدا البرش كلينزر، لكن اذا بتستخدموا مثلا الفرشه مع ميك اب ووتر بروف او مكياج قوي فبدكم تستخدموا هيدا المنظف، ولازم تستخدموا 4 ملي منه، صراحه ما بعرف اكزاكتلي قديش 4 ملي، سو هلا رح اعمل سيرش واشوف، لانه 4 ملي ما بعرف قديش كم معلقه؟ 3 ارباع المعلقه الصغيره، سو مش كثير مش كثير. حسب المكتوب طريقة الاستخدام كل اللي علينا نسويه هو ان احنا نختار الفرشة تبعنا، وبعدين نيجي هون على هيدي القطعة، اوكي، ونختار القاعدة اللي بتناسبها، اوكي، سو هيدي القاعدة اللي بتناسبها، وبعدين بناخد هيدي الأداة وبنحطها في الجزء العلوي. اوكي صبايا، الفرشة اللي انا بنظفها هي رقم 62 من سيفورا، وهي كتير كتير وسخة وعليها اثار فاونديشن مثل ما انتم شايفين، اي فرشة فاونديشن او باودر هي من اصعب الفراشي في التنظيف، لانه بخاف كتير انه يكون فيها اي بكتيريا، وخاصة هذه الفرشة كتير بحبها،
وهلا صار وقت تنظيف الفرشه. اول خطوه لازم تعمله هيك 10 مرات. اوه واو، شايفين قديش الوسخ عم يطلع؟ الميه عم يتغير لونها. اوكي تعملوا هيك لمده 10 ثواني، تطلع الفرشه وتنزلوها. واو، اعتقد المنظف تبعهم واو واو. او ماي جاد، شايفين اللون كيف اتغير؟ اوكي، وبعدين وهي في المي وعم تطلعوها وتنزلوها تضغطوا على الزر. وبعد مرور 10 ثواني اوكي ترفعوا الفرشة وتخلوها تلف بالهواء اوكي عشان تجف بنفس الوقت. 4 5 6 7 8، شوفوا المية كيف عم تتحرك. 9 10، بس طفيتها فرشتي فرشتي مسكينة، شو صار فيها؟ اوكي مبدئيا شايفين هون ما نظفت 100%، في اثار شوية صح؟ يس، في اثار لكريم الاساس. اوكي بس خليني ارجعها لشكل اوكي رجعت الحمد لله، بس شايفين هون في اثار لكريم الاساس. خليني راح اجرب مرة ثانية، بصراحة الفرشة مالنا نظيفة يعني، فعشان ما بدي اظلم المنتج. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. سو هلا رح فرجيكم السرعات، هذه السرعة الأولى. واو، شفتوا كيف فتحت الفرشة؟ هاي السرعة الثانية، عم حس بالهواء على وشي. وهاي السرعة الثالثة، عن جد لو ما بدكم تغسلوا الفراشي فيكم ان انتم تغسلوها، او ما اذا ما بدكم تستخدموا هذه التقنيه فيكم تستخدموا بس هذه الاداه عشان تجففوا الفراشي. كل ميك اب ارتست اكيد بتعاني من تنشيف فراشيها، لانه عن جد شيء بيوجع الراس. اوكي بهيك اكون انا خبرتكم كل شيء عن البراش كلينزر. عمليه يس ديفينتلي، سهله الاستخدام، يس سهله كثير الاستخدام. حبيت كثير كمان القاعدة اللي عاملينها هون، راح تلاقوا مثل قاعدة عشان تشرجوا فيها. يس، بتحطوها هيك بهيدي الطريقة بالقاعدة، خليني افرجيكم. بتثبتوها وبعدين بتشرجوها بالكهرباء، باللابتوب، بأي مكان. بس وين بقى؟ يس هون من ورا. That's it. وهيدي القاعدة بتضل على طول جنب هيدا و that's it. حبيت الفكرة كتير، فكرة كتير كرييتيف الصراحة، وحبيت كمان ان احنا منا بحاجة نستخدم كمية كتير كبيرة من الصابون. وطبعا على فكرة اذا عندكم كمية كتير كبيرة من الفراشي لازم تبدلوا المي بين كل فرشتين لثلاث فرش ماكسيمم، خاصة لو عم تنظفوا من بعد فرشة كريم اساس. anyway هيدا المنتج ديفنتلي بعطيه 10 من 10، اسهل الطرق اللي انا استخدمتها الصراحة في تنظيف فراشي المكياج. واذا خلص عندكم هيدا المنظف فيكم تشتروا اي منظف سائل، بيبي جونسون، كونديشنر، اي شيء لنظف شعر او شعيرات الفراشي تبعكم. انا كثير حبيت هيدا المنتج وبنصحكم فيه الصراحه، سعره منه غالي $50. سو وصلت معكم صبايا لنهايه هيدا الفيديو، ما تنسوا تشتركوا بالمسابقه لحتى تربحوا كل الجوائز اللي انا راح استخدمها او اجربها بشهر مايو. وطبعا الجوائز كثير كثير حلوه محرزه مثل ما انتم شايفين هون، واكيد المسابقه مفتوحه لكل دول العالم. كل الاشياء اللي لازم تعملوها تشتركوا بقناتي باليوتيوب، تشتركوا بحسابي بالانستغرام، واكيد تعملوا منشن لوحده من رفقاتكم تحت هيدا البوست عندي بالانستغرام. وبهيك تكونوا تخولتوا، المسابقه مفتوحه لكل دول العالم. انا خلص عن جد
جد انا كتير كتير حبيتها، وهلا رح استخدم الميك اب برش كلينزر سبينر عشان انظف كل فراشيه. احتمال اخلص بكره لانه عن جد عندي كثير فراشي. anyway صار وقت هلا انا اودعكم حبيباتي. اذا عجبكم هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك، اكيد انا كثير رح اكون مبسوطه لو شفت عدد لايكات كثير كبير. سو خلونا نوصل هيدا الفيديو ل 5000 لايك. وهلا حبيباتي رح اودعكم وبشوفكم يوم السبت بفيديو جديد. باي.